أول تعليق من الكنيسة الأرثوذكسية على التصريحات المستفزة من سالي عازر أول قسيسة بالكنيسة اللوثرية. يا ريت في البداية ندعم القناة بالضغط على لايك وعلى شير والاشتراك في القناة اللي لسه ما اشتركوش وتفعيل زر الجرس على الكل، حيث قامت الكنيسة اللوثرية في الأراضي المقدسة برسامة سالي عازر أول امرأة فلسطينية قسيسة. ومن المعروف أن القسيسة سالي عازر هي بنت المطران سني إبراهيم عازر مطران الكنيسة اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، وهو الذي قام برسامتها. وفي أول تصريح مستفز للقسيسة سالي عازر قالت: طبعا لا يوجد شيء ضد رسامة المرأة بالكتاب المقدس، أي لا يوجد آيات مكتوبة أنه لا يجوز رسامة المرأة قصا، ونحن نعلم مفاهيم الناس وبالأخص اللاهوتيين الذكور الذين ينحازون ضد المرأة. الآية مش كده بالظبط، بالآية بتقول لي تصمت نساؤكم في الكنائس لأنه ليس مأذونا لهن أن يتكلمن بل يخضعن كما يقول الناموس أيضا. الآية دي معناها أثناء القداس في الليتورجية، لأن في الحقيقة في العصور دي ما كانوش بيجتمعوا في الكنيسة إلا للقداس فقط. فعشان كده لغاية النهاردة تلاحظوا مش ممكن واحدة تقوم توعظ في القداس، مش ممكن. ده حقيقي. فدي الليتورجية، لأن الوعظ في القداس هو عمل كهنوتي منوط بالآباء الكهنة ومن ينيبونهم من الشمامسة. لكن غير كده مسموح للمرأة أن هي تخدم، بدليل أن في أيام بولس الرسول كان في خادمة اسمها فيبي شماسة. وفي تاريخ الكنيسة فيه شمسات وفيه خادمات وفيه ناس. إذا كان المسيح كلف مريم المجدلية أنها تكرز للرسل بقيامته، فما فيش ظلم للمرأة أو اضطهاد ليها أو تقليل من مقامها أو مكانتها، لكن في تنظيم للعمل. التنظيم أن في الليتورجية في القداس ده عمل كهنوتي. واستكملت القسيسة سالي عازر كلامها عن مصر بشأن رسامة المرأة وما هي الرسالة التي تريد توجهها لسنودس النيل الإنجيلي. قالت: أعتقد أن الكنيسة المصرية ستستطيع الوصول لهذا القرار أيضا عن قريب، وأشجع كل شخص يريد دراسة اللاهوت وبالأخص النساء وأعلم مدى صعوبة الأمر. ورسالتي لسنودس النيل الإنجيلي في مصر: إن شاء الله نكون دايما في تواصل مع بعضنا البعض، وأتمنى أن المرأة في العالم كله تتمسك بالعدالة الإلهية والمساواة وتحقيق مشيئة الله.